ماذا؟ أتضجر؟ أتحلم بالسعادة حلماً بينما الحزن استوطنك؟ هل أنت خلقت الحزن بك أم خلق؟ انظر صديقي، أنت لن تدرك سر خروج البدر من أعماقك، فأنا موقن أنه لم يخرج عبثاً. صديقي، لما تهمل دواءك بينما تخوض بالداء بنفسك، أين صلاتك؟ أين التي تسقط الهموم عن ظهرك؟ لم تهملها؟ أخجل حقا من أن يقول لي أحدهم: هيا لنصلي بسرعة، لنذهب لشيء ولمكان وإلى. أتقابل الله بهذه السرعة؟ أتتوقع من أن يمسح جرحك وأنت تذهب له بهذه السرعة؟ كيف يفهمك؟ كيف يستطيع أن يعالجك بينما تذهب للطبيب ساعات وأيام ليعالجك وأنت ناسيا طبيبك الحقيقي؟ نرى أن سعادتنا تمضي بسرعة وأن الآلام تزال ولا تمضي، نرى التقلب ولا نرى أن المقلب نحن. يؤسفني أننا لم نعرف قدرها صديقي، وما وارتنا الآلام إلا أننا ذهبنا عمن يقودنا للسعادة. لم نكمل الدواء، أخذناه على عجلة من أمر